أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء استمرار العمل نحو تعزيز دور قطاع المال والأعمال في مملكة البحرين بما يسهم في رفض الاقتصاد الوطني ويخلق المزيد من الفرص الواعدة أمام المواطنين والتي تصب في دعم أهداف التنمية المستدامة وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في قصر القضيبية اليوم، كل من السيد عبد الله عبد الرزاق بخوة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين والسيد عبد الرحمن بوشيري كبير مستشاري البنك والسيد حمد بوشيري، حيث هنأ سموه السيد عبد الله عبد الرزاق بخوة بمناسبة تعيينه كأول بحريني يتبوأ منصب الرئيس التنفيذي للبنك متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه، معربا عن اعتزازه بالكفاءات الوطنية التي أثبتت تميزها واستحقاقها لتبوأ المناصب القيادية في مختلف القطاعات الحيوية في المملكة. وقال سموه: إننا نفتخر بكوادرنا الوطنية وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة الوطن بما يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع. ونوه سموه بالدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية وإسهاماتها في دعم مختلف جوانب التنمية في المملكة، مشيرا سموه إلى أن البحرين تسعى دائما إلى تحديث وتطوير التقنيات التكنولوجية وتوظيفها بما ينعكس إيجابا على قطاع المال والمصرف وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية فيها. والتأكيد على مكانة المملكة في هذا القطاع ومواصلة تعزيز منافسيها على خارطة الاقتصاد العالمي. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام في تطوير القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين.